ايه يعني؟ انا اللي انا بقعد اساله لنفسي هو يا جماعه طب ما هو في جيل خلص يعني، دايما في كره القدم بتاعتنا احنا دي اللي على جنب اللي كلنا بنشجعها يقول لك يا اصل الجيل ده كان جيل استثنائي فعمل انجازات، لكن كره اليد ما شاء الله ما شاء الله ربنا يديمها نعمه، انجاز ورا انجاز ورا انجاز ورا انجاز ورا انجاز. الانجاز المره دي حلو، منتخب جدا انجاز حلو جدا. احكي لي بقى، احكي لي ازاي وصلنا الانجاز العظيم. انا بس هقول في بريف صغير كده، احنا السر نجاح الهاندبول ان احنا على طول بنشتغل في تيم ورك كل المنظومه. ايوه. فنبدا من البدايه خالص. من البدايه خالص احنا عندنا بنيه تحتيه شارك فيها كل مؤسسات الدوله بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا عندنا زمان لما كنا بنطلع بطولات كنا بنطلع في انبهار بالصالات اللي بره والشغل بتاع الهاندبول والحاجات دي، احنا الحاجات دي بقت عندنا هنا دلوقتي. احنا كل شويه الاتحاد موفر لنا كل حاجه برئاسه الدكتور محمد الامين وكابتن عاصم السعداني وكابتن ايمن صلاح المشرف على المنتخبات القوميه. مفيش حاجه بنطلبها او بنحطها في البريباريشنز بتاعتنا ما بتتحققش. احنا كل حاجه بنطلبها بتتحقق لنا. احنا مسكنا المنتخب ده في من سنه بالظبط، سنه وشهر. تم اختياري واختيار كابتن صابر حسين طبعا. وتم تجميع جهاز على اعلى مستوى وابتدينا المهمه بتاعتنا. استلمنا منتخب 2002. كان في شويه يعني مشاكل كده حطينا سبوت عليها، ابتدينا نشتغل. احنا كنا في نقطه بعيده يعني قبل سنه منتخب الشباب ما كانش في النقطه اللي احنا فيها دي، كان في نقطه بعيده. فقعدنا مع كابتن ايمن صلاح واتناقشنا وحطينا وجهه نظرنا الكامله لتطوير المنتخب، وهو بصراحه يعني كان سبورت لاعلى مستوى في كل حاجه في جميع الاصعده الصراحه. ابتدينا نشتغل، طلبنا معسكر خارجي تم الموافقه على طول عليه، كان في دوله المجر. لعبنا مع منتخب المجر خامس اوروبا، لان احنا ابتدينا نشتغل اربع شهور عايزين نعرف احنا وصلنا فين بعد الاربع شهور، يعني هل احنا برضو ماشيين في لين مظبوط ولا محتاجين نعدل حاجه نطور في حاجه. فالحمد لله احنا كنا واثقين في الشغل اللي احنا عملناه انا وكابتن صابر حسين، ومعنا كابتن وليد مدرب حراس المرمى، كابتن وليد عبد المقصود طبعا لاعب نادي الزمالك سابقا، وحاجه جميله يعني. انا لسه هتكلم على الجهاز برضو عشان اقول لك يعني احنا ايه اللي عملناه يعني الجهاز حلو بتاعنا. حلو قصدي قصه نجاح، وانا بحب دايما اسمع قصه نجاح باستماع جيد. بالظبط. اتفضل. فالمهم طلعنا المجر عايزين نطبق الشغل بتاعنا. الحمد لله الحمد لله يعني. احنا لعبنا ماتشين، الماتش الاولاني اتعادلناه، الماتش الثاني كنا ماشيين احنا ليد طول الماتش، بس جه في الاخر برضو انت لما بتبقى في دوله اوروبيه ساعات الحكام ما بيحبوش يخلوك ايه تبقى ليد على احنا كسبانين لغايه اخر خمس دقائق، فجاه لقينا بقى طبعا قرارات تحكيميه مش فاهمين. هي دي مش القصه، احنا برضو بيبقى اللي مطلوب احتكاك دولي عشان نعرف احنا برضو ايه فين. فالحمد لله احنا كنا في اربع شهور وصلنا لنقطه كبيره جدا، ان انا ابقى مع خمس اوروبا اوصل لتعادل في ماتشين ورا بعض، فده كان ايه بروجريس ملحوظ. لان كمان انا ايه يعني هتكلم برضو على الهيستوري بتاع الولاد، هم كان اخر بطوله البحر المتوسط خسرين من البحرين. فانت متخيل احنا كنا في نقطه عامله ازاي بعيد بعيده. المهم بعد الماتشين المجر هنسكت؟ لا كتب كابتن ايمن عايزين معسكر كمان. فكابتن ايمن حاضر تمام. الراجل بصراحه سبورت لينا كابتن ايمن، اتعمل لنا بطوله، رحنا بطوله اشتركنا في بطوله تيبي في فرنسا، دي بطوله مصنفه يعني وبيروحها اقوى منتخبات في اوروبا، كنا احنا وفرنسا والدنمارك ونرويج. اتعمل كانت في رمضان والولاد كانوا صايمين. خدنا الريسك ده. الريسك صعب بس خدنا الريسك ده. لعبنا اول ماتش مع الدنمارك، الدنمارك سادس اوروبا. طب تمام هنعمل ايه؟ حطينا انا وكابتن صابر حسين الاستراتيجي وبتاع وهنشتغل وكده، وعملنا بريباريشنز هايل واناليسيز هايل، معانا المحلل الفني باشمهندس محمد امام بتاع المنتخب الاول
كابتن ايمن موفره للمنتخب الشباب يعني يعني اللي بيحلل المحلل الفني لاقوى منتخبات في المستوى الاول هو اللي اللي شغال معانا في منتخب الشباب ودي خلي بالك نقطه ادفانتج لينا كريم طبعًا كبيره جدا طبعًا جدا جدا طبعًا لان بيحط عينيه على سبوتات احنا برضو ممكن ما تبقاش جات لي يعني او انا ما تجيش في بالي يعني. المهم فحللنا ماتشات الدنمارك كلها اللي لعبوها في بطوله اوروبا اللي كانت في شهر 7 كانت قبل البطوله دي ب 8 9 شهور حللنا الماتشات كلها وقفنا على نقطه ضعف الهجوميه والدفاعيه واشتغلنا والحمد لله اول ماتش كسبناه مع الدنمارك. جينا تاني ماتش هنلعب فرنسا على ارضها والبطوله هي اللي منظماها. طول الماتش يا كريم احنا ليد برضه جينا في الاخر لا انتوا هتبقوا ليد ازاي؟ لا يبقى لازم انا اسف في المقاطعه بس دي صور التكريم النهارده دكتور اشرف صبحي. بالظبط كانت النهارده مظبوط. انا عايز اتكلم على دكتور اشرف. دكتور اشرف واحنا في البطوله ما سبناش يعني انا فوجئنا انا لسه صاحي انا والولاد رايحين نفطر كابتن ايمن صلاح تعالوا ده سياده الوزير هيكلمكم قعدنا الصراحه ادانا رساله تحفيزيه دعم ومسانده كبيره جدا 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 جدا.